لانكاسر صح؟ لانكاسر تكلمنا عليه، شو قلنا المرة اللي فاتت عليه؟ قلنا على الريسك فاكتور بتاعه، تمام، شنو ممكن يسبب لانكاسر، تمام، وكنا الأسباب كلها عبارة عن ريسك فاكتور مش دايركت كوز. قسمنا لانكاسر، ترى تذكروني شنو قسمنا لانكاسر؟ سمول سيل لانكارسينوما، أدفانس سمول سيل لانكارسينوما. وتكلمنا على الكلينيكال بيكتشر بتاع لانكاسر، قلنا احنا قسمناهم البرزنتيشن أو الكلينيكال بيكتشر بتاع لانكاسر إلى اسبيراتوري هذا دايركت كان يكف في الصدارة كف، أو لوكال انفيجن بشني بالماس نفسها كلها في الاسبيراتوري، أو ميتاستاتيك اللي هم ينتشروا وين؟ ميتاستاتيك سيمبتومز المتس تنتشر، تمام، أو نون ميتاستاتيك سيمبتومز اللي ما ذكرناهاش وخشينا فيها اللي هم عبارة عن البلاستيك سندروم نون ميتاستاتيك سيمبتومز. تعالوا ذكروني الاسبيراتوري سيمبتومز شنو كان؟ ذكروهم كف كف رقم واحد كف رقم اثنين هيموبتسيس رقم ثلاثة ديزنيا رقم أربعة هذا كلهم تفسرناهم كل واحدة ممكن تصير علاش، لكن ديما موست كومن ديما كف موست كومن بريزنتينج سيمبتومز. الحاجة الثانية دكاترة انه ممكن اللوكال ماس هذه تنتشر تخش ميدياستاينال تدير لي كومبريشن على الاورجن الموجود هنا، ممكن في الاسوفيجاس تدير ديسفيجيا على التريك تدير ديزني وكف وتدير سترايدر او ويز، تمام، على الهارت تدير كارديك تيمبونيت او كونستريكتيف على الهارت تدير هارت بلوك وبريكارديتس وبريكارديال ديفيوجن، تمام، على النيرفات على فرينك نير هذه اللي تزنيا لأن بتضرب ديفرام ما عادش تخليه يتحرك، ديفرام يبدا نورمال هو كمصل لكن النيرف مضربط، على ريكرنت فرينج نير دي هوسس فويس كلها انفيجن، على تشيست وول دير بين، على البلورا دير بلورا فيوجن وبلورزي، تمام، على ديفرام تنزل نفسها دير شولدر بين لان ديفرام هيوصل للرايت شولدر، تمام، او ليفت ديفرام ليفت شولدر يسمى غادي، تمام، شو اسمها هذا ريفيرد ولا ريفيرد بين، تمام، او فوق في الابيكال ممكن تدير هرمون سندروم لو ضربت سمباتيك تشين او بانكس تضرب بريكيال بلكسس والابر لين بيجيك بالويكنس سبيشالي في السمول مصل الدهان، تمام، وهذا كله لوكال انفيجن. ببساطه كلها في المتس لو انتشرت وين ممكن تنتشر ممكن في الليفر يجيني بي ابدومينال بين الجلطس، تمام، لو انتشرت في البون شنو يكون لو كان بون؟ بين ايزي فراكشر باثولوجيكال فراكشر. لو مشيت للبرين شنو ممكن؟ يكون هدف انت انكريز انت كان البشر تقدم لي ديما وبروجكتايل فوميتنج. لو مشيت للسوبرارينال جلاند فوق تمام ما عادش في كورتيزون اسمها ادرينال انسفشنس تضرب، تمام، وهذا من احد اسباب الادرينال انسفشنس، تمام دكاتره. لما البيشنت ما عادش عنده كورتيزون ضغطه شنو يصير له؟ او الاستيرون ضغطه ينقص يصير سيفير هايبو تنشن. هذا بالنسبه للميتس الراي بتاعنا. لو نجوا عاد نتكلموا الكلام الاساسي اللي بدينا نسالوا فيه في الام سي كيو اللي هم بارن بلاستيك سندروم اللي هي الاعراض ليست لها علاقه بالميتاستاسيس تصير بسبب افرازات من اللنج كانسر نفسه، تمام. فشنو هي النون ميتاستاتيك مانيفستيشن؟ نون ميتاستاتيك مانيفستيشن ستاتيك سيمبتومز يسموا فيها اسمها الثاني شنو هي؟ بارا نيو بلاستيك. ديما يسالوا فيها دكاتره هذا مصدر سؤال او موقع سؤال شنو فصل اللنج كانسر. فهنقسمهم هنا باش يسهل التثبيت. عندنا حاجات اندوكراين هرمونات اللنج كانسر نفسها خلايا السرطانية تبدا تفرز في هرمونات، تمام. أول هرمون تكلمت عليه وقلت لكم اسمها بارا تيروي هرمون هذا الدكاترة بيودي زيادة كالسيوم ونقصان فوسفيز هذا يطلع من نوع معين والوحيدة دينها سكوان السم وهذه ديما تجي في الأسئلة اللي تمسكي بالله ما تنصرهاش يعني أذر تايبس أوف لنج كانسر أدينوكارسينوما ما تديرهاش تمام أذر تايبس كلهم ما يديرهاش دار السم ما يديرهاش تديرها من هي سكوان السم فمنو اللي يقول لك نوع الكانسر اللنج كانسر اللي فيري كومنلي اسوشيتد وذ هايبر كالسيميا وداوت ميتاستاسيس يعني صار هايبر كالسيميا من غير ما يمشي للبون تمام هذا واحد شو اسمه سكوان السيل كارسينوما تايب يطلع بارا تيرويد هرمون هذا سؤال قوي اللي ما يسالوش الحاجه الثانيه ممكن يسالوها في الاندوكراين هرمونات ثانيه ممكن تطلع تمام في هرمون اسمه انتي ديوريتيك هرمون انا هنا مجمعهم لكم مش ماشي بنفس ترتيب الشيء لكن مجمعهم لكم انتي ديوريتيك هرمون انا المتعارف عليه كلكم عارفين ان انتي ديوريتيك هرمون يطلع من الفصيله بتشوف مره تطلع من كانسر سيلز نفسها يبدا هذا الدكاتره يبدا يزيد في الفوليوم بتاعنا ووتر يجبد من الكلى الميه يزيد في الفوليوم وينقص طبعا او يدير ديليوشن يخفف الصوديوم فيدير ديليوشن الهايبو نترين تمام دكاتره الصوديوم زي ما هو ككميه لكن الميه تنجبد فتخفف الصوديوم اللي عندنا احنا فيصير له هايبو نترين تو السؤال الاول هذه دارت هايبر شنو؟ وهذه هايبو نترين بخصوص هذا جايبينه في الام سي كيو ده لانج كانسر ميبي اسوشيت وذ هايبو نترين صح ولا غلط؟ صح اند هايبر كالسيميا تمام صح هذه يسموا فيها لما الاي دي اتش يطلع هبه من مكان غير طبيعي وبكميه كبيره يقولوا له السندروم هذا سايا ديتش
شنو هو السايد اتش؟ سكريشن اوف ان ابروبريت اي تي اتش. شو معناها ان ابروبريت؟ اكسس معناها سكريشن اوف ان ابروبريت ملهاش اختصار سكريشن اوف ان ابروبريت اي تي اتش. هذا بيدير ديليوشن الهايبو نتري. الحاجه الثالثه دكاتره من الهرمونات اللي ممكن تطلع لي فصل الفصل البلاند هي يطلع مرات هرمون زي الاي سي تي اتش. شنو هو الاي سي تي اتش؟ ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون. هذا دكتور نورمال يطلع من الانتير بيتوتري يبدا يطلع من الكانسر سيلز ويمشي للادرينال كورتكس. هو اسمه ادرينو ادرينال يعني كورتيكو يمشي ادرينال كورتكس تروفيك يعني ستيميوليتر تمام هرمون يبدا يطلع من السوبرادرينال جلاند كميه كورتيزون رهيبه. كورتيزون كميته شنو رهيبه يبدا هو زايد والكورتيزون يزيد بعد يدي لي حاجه اسمها كاشينج سندروم تمام دكاتره كاشينج سندروم. الكاشينج سندروم معناه يخشوا فيها البيشنت كاشينج سندروم خش فيها بيشن لا بسبب باراني بلاست. في دكتور مره سالنا ريجاردنج للنج كانسر الادري مجلان شنو يصير لها في اللنج كانسر؟ يا اما تصير لها هايبو فانكشن بالميتاستاسيس ما عادش تخدم بكره يا اما تصير لها هايبر فانكشن بالاي سي تي اتش بالنون ميتاستاتيك تمام دكاتره. طبعا لو الخلايا السرطانيه مشت في الجلاند ودمرتها حتى لو طلع اي سي تي اتش ما عادش هيخدم. فهمت الفكره؟ هيمشي بيخدم هذا هو مين يطلع هذا نورمال هتيجي بتوتر تو دي مين يطلع من اللنج يمشي لوين؟ الجلاند هي طلع كورتيزون هلبة يدي لي كاشينج سندروم تبدا عنده سنتر اوبستي وهايبرتنشن ودايابيتس ومشاكل كاشينج كامل في الاندوكراين. هذه ثلاث حاجات في الاندوكراين. رابع حاجه نقولها مهمه هرمون الرابع اريترو بايوتين يطلع من الكانسر سيل تمام. الاريترو بايوتين كلمه اريترو معناها احمر بايوتين يعني ستيميليشن يبدا يمشي هذا للبون مارو الهرمون هو ويطلع ار بي سي هلبة. شنو يدير الدكاتره هناك؟ بوليسيتين تمام كميه بوليسيتين او كميه ار سي وهيموجلوبين يزيد تمام. فبالتالي انا عندي بيشنت ود شوفوا بيشنت ود لانج كانسر في البارامي بلاستيك سندروم كان هذا الكوم اربع حاجات عامه سميت هايبر كالسيميا هايبوناترينيا كاشينج سندروم فيتشر ممكن يجينا كاشينج كاشينويد وغيره ممكن يجينا بوليسيتين تمام دكاتره. تو الكانسر نفسه يدير في انيميا ككانسر اي مريجنس يدير شنو؟ انيميا لان النيوتريشن بينقصها وهو يبدا ياخذ في الايرن الحاجات. لكن ممكن يجينا بولي سيتين هذا من الكانسرز هو ورينا سيل كارسينوما اللي ممكن يديروا بولي سيتين تمام. لما يطلع في الهرمون هو تعرف الهرمون هذا من يطلع نورمال من الانترستيشن سيل بتاع الكدني تمام دكاتره. يطلع من الكدني نورمالي يطلع من الانترستيشن سيل بتاع الكدني تو يطلع من الكانسر سيلز تمام. وهنا هنا عاد النقطه ان ديما يحبوا يسالوا في هما اوكي في عاد دكاتره او دفتسون لما يقول حاجه يكتبها لازم انا نقولها لكم لما ممكن تجي السؤال. لكن انا اللي بنقول ان هذا الكومن ولا رير؟ هذا الكومن يصير مع اللنج كانسر اللي نكتبهم هذا يصير ولكن مش كومن يعني اندوكراين حتى هم لكن مش كومن. يعني اللنج كانسر ممكن يدير اكرونيدين كانه شيل الاندوكراين كله دار تمام. هذا زياده في الجروت هرمون ممكن يدير هايبو جلايسيم هايبو جلايسيم هو اصلا ما نيوتريشن بالذات لو ضرب معاه الليفر لكن هو يدير هايبو جلايسيميا افراز ممكن انسولين اكثر الله اعلم يعني كيف تمام. هي مش معروفه كيف. الحاجه الثانيه ممكن يدير تايروتوكسيكوزيس هادو رير يا دكتور لا رير مش كوم منو اللي كوم اصلا؟ هما تمام هادو اللي كوم تو بدير حاجه قدام كل واحد كل الاندوكراين البارانيوبلاستيك سندروم هما كلهم يصيروا مع عفطاء الاوت سيل سمول سيل الاوت سيل يعني الاوت سيل هي دكاتره اللي هو سمول سيل لانج كانسر هي اللي تدير اكسبت هي هذه تصير مع منهم مع لارج سيل هذه منهم سكوير بس انا لارج سيل تمام دكاتره. فالاغلبيه تصير مع سمول سيل الموست كومن تايب اوف لانج كانسر كهيستوباثولوجي يدير بارانيو بلاستيك سندروم سمول سيل لانج كانسر هي الاوت سيل تمام دكاتره. بينما سكوير سيل هي اللي تاخذ صداره الوحيده اللي في شنو؟ بارا تيرويد هرمون تفرز بكمية كبيرة هذه اللي نبيكم تروح يجيك دكتور يقول لك بارا بلاستيك سندروم اندوكراين مع مين يصير اكثر تمام اندوكراين مع سمول سيل هذه ديما موقع سؤال ونبهت عليها كذا مرة. الحاجة الثانية دكاترة وتكلموا على توا بارا بلاستيك شنو اخترنا فيهم؟ شنو هم؟ اندوكراين رقم اثنين نتكلم عليهم في النيورولوجي نيور تمام نيرفس سيستم شنو يصير فيه من بارا بلاستيك سندروم؟ هم هكا معلش نذكروهم لان ديما يجيبوا فيهم في الاسئله. رقم واحد يصير حاجه اسمها سيريبيلر ديجنريشن. يا دكتور انا مش فاهم شنو هو السيريبيلر؟ عارفين كركوبه صغيره تحت السيريبرال مش في سيريبرال وفي سيريبيلر
السليبر لما عاد في الكانسر يصير له ديجريديشن ديجنريشن ويقول عليها اوتوميون احيانا تمام يعني يقول عليها انتيبادي يطلع الكانسر بده يضرب غادي اوكي انتيبادي يطلع بده يضرب السليبر فبيش تجيك بموتر اتاكسيا او سليبر ديجنريشن تعال معي السليبر مش يدير نورمال يدير في عمليه تنصير اثناء الحركه انت بيش مش قادر يتحرك كويس هيك من الاخر وعنده تريمر وحاجات معينه تمام في الحركه كلها السليبر هذه ديجنريشن تكتب قدام هذه معلش ريفيرسل ريفيرسبل امتى؟ امتى ريفيرسبل؟ اذا كانسر كيورابل لو الكانسر تعالج كيورابل مش تريتابل بس تمام وهذه ما عمرها صارت معنا كيف؟ ما عمرها صارت معنا لان عاده الدكاتره الكانسر هذا ما فيش حاله كيوري 100% يقعد ريمننت ويرجع مره ثانيه لانه ديما بريزنتد 99% من الحالات شنو بريزنتد في الليت بعد المدس تمام فلو كان هذا جاي بستيج 1 ممكن للحقوق لكن هذه صعب جدا تشخيصها اصلا تمام الحاجه الثانيه في النيورو بتصير حاجه اسمها ايتون تعرفون لاعب ايتون ايتون لامبرت سندروم هذا شنو ايتون لامبرت سندروم طبعا حاضر النيورو ممكن نتذكر سندروم زي تمام ايتون لامبرت سندروم نشرحها بسرعه عارفين ميستينيا جرافيز شنو هي ميستينيا جرافيز كلنا نعرف ولا نبدا هكي إن لو هذا عصب نيرف موتور وهذا مصل تمام مفروض المصل النيرف يطلع استايكولين المصل تمشي فيه الريسبتور على ايش تدير توصل استايكولين جديد كونتراكشن لو طلع انتي بادي ضد المنطقه او الريسبتور هذه في العضله يعني بوست سينابتك بعد النيرون هذه يقولوا لها ميستينيا جريفز تمام ولكن عارفين النيرف هذا الدكاتره لما يجي فيه الاكشن بوتنشل تمام في هنا قنوات كالسيوم تدخل كالسيوم يمشي يطلع استايكولين باش يمشي يوقف على السيبتر باش يدير كونتراكشن نعاون النيرف هذا نورمالي فيه كالسيوم شانل في النهايه خذ هكي قصيره باهي كالسيوم يخش يطلع ستايكولين يمشي على السيبتر اللي في المصل المصل شو يدير كونتراكشن لو طلع انتي بادي ضد المنطقه هي ضد الريسبتور هي بتاع الكالسيوم في النيرف مش في المصل بس ماشي ميستينيا جرافيز اسمه ايتو لامبرت سندروم ما معناها شو الفرق بين ميستينيا جرافيز والايتو لامبرت سندروم بخصوص انتي بادي لكن واحد في المصل تمام ماسكولار ممبرين انتي بادي هذه ميستينيا جريفز بوست سينابتك هذا السينابس لانه هو جنكشن هو ما بين النيرف والمصل بري سينابتك انتي بادي بتعمله هذا ايتو لامبرت سندروم والايتو لامبرت سندروم معناها يدير نفس اعراض الميستينيا تمام لهذا السبب تلقاه يدير في ويكنس نفس الميستينيا في اختلافات معينه فلهذا يتحط از ديفرنشال ديجنوست ميستينيا جريفز تمام مش هنخش في تفاصيل كيف نفرقوا لان هم سهلات كتفاصيل باهي لكن ايتو لامبرت سندروم يتحسن بعد الاكسيتيشن ميستينيا جريفز بعد الاكسيتيشن كل ما حفزتها اكثر تسوء الحال هذا علاش تلقاها ميستينيا في الليل او الاند اوف ذا داي تلقى الويكنس اكثر تمام ايتو لامبرت سندروم يتحسن مع الاكسيتيشن عكس شو الفرق بين ايتو لامبرت سندروم وميستينيا جريفز بالانتي بودي وين ضارب هنا ايتو لامبرت سندروم ليس نبته اما هنا ميستينيا بوست نبته ايتو لامبرت سندروم يضرب النيرف معناها نفسه فيدير لو الموتور نيرون ليجن فعنده معاه هايبوتونيا وهايبرفلكسيا لكن ميستينيا جرافيز نورمال ريفلكس نورمال تون تمام فتلقى في فروقات بسيطه انت تو ايتو لامبرت سندروم يصير مع منه مع اللانج كانسر قديش في حاجه في النيورو قلتها في اللانج كانسر اليوم زوز سيربيلر ديجنريشن ايتو لامبرت سندروم اخر حاجه رقم ثلاثه ممكن نقولها بيريفرال نيوروباثي بيريفرال نيوروباثي التهاب اعصاب طرفيه تصير مع السكر حتى تمام تصير حتى مع لانج شيني كاست وهذه مش كومن زي اللي فاتوا يجيبوا فيهم في الاسئله هم ان جنرال النيورو بارانيوستيك سندروم غير ان كومبارسن وذ اندوكراين تمام طب الاندوكراين اكثر وحدات يصيروا اكثر وحدات يصيروا فيهم وبعدين النيورو ممكن يصير خلاص اعطيني الاورجن التالت اللي ممكن يصير فيه السكن السكن زي ما العين مرايه الجسم حتى السكن مرايه الجسم تمام انت تعرف البيشنت هيلثي ولا لا شوف الجلد بتاعه تمام في ناس وعينه تبان عليها فبالتالي السكن هو يطلع فيه فيتشر مرات المالجنسي ديما السكن في الدرماتولوجي هيقولوا لكم في الديرما ان في بعض الليجنز في السكن دليل على سرطان داخلي تمام من الليجنز هي اللي تطلع في اللنج كانسر الدكاتره ليجنز يسموا فيه اريثيما احمرار اريثيما جايريتر ريبنز اريثيما احمرار جايريتر يعني ميجور كبيره باهي جاينت ريبن زاحفة تلقاها الريتيما زاحفة عن جد تزيد كل شوية تمام ممكن تطلع في الترنك ممكن تطلع في الأظلم الريتيما قايلتها بشني ريبنز سكن ليجن أعرف اسمه بس تمام في حاجة ثانية في عارفين الدكاترة في بعض الناس يطلع لهم في الأكزيلا أو في النك هنا
او في الفليكسور اريا يبدا جلد اكحل يستكحل الجلد بتاعه ويبدا احرش وفي زي البابيلي تمام يسموا فيه نيجري كان سكين ولا نيجري كان جاي من السواد هنا نيجري كان ويقولوا اكانتوسس يعني حرش في اورف اكانتوسس نيجري كان سمعتوا بقى قبل فالاكانتوسس نيجري كان تصير مع الدايابيتس ميليتس كعنده كرون ديزيز وتصير مع ماليجنس تمام حتى لانج كانسر ممكن يجيب اكانتوزس نيجري فلما يجيني حاله اكانتوزس نيجري كان ممكن بسبب سكر تمام قشن يديرها وممكن بسبب كانسر تمام يعني من الحاجات اللي تديرها في كانسر رقم ثلاثه في مرض في الديرما في الروماتولوجي هم حتى ياخذوه اسمها درماتومايوسايتس درماتو يعني سكن مايو سايتس يعني مصل التهاب في العضله تمام درماتو مايوسايتس هذا اللي كانت يبدا عنده سبيسيفيك سكن ليجن جوتون بابيون شوال صار يبدا عنده سكن ليجن وين احمرار هنا زي الفي شيب تمام في كتفاته ولا شوال ساين ما تحفظوهمش الاسامي هذه تقرون في الروماتولوجي تمام يطلع في النكره هنا لون زي البربش تمام زي بنفسجيات هيك يحكوا تمام هذا يسموه درماتو في الليش بتاع درماتو مايوسايتس ممكن يصير فيه تو هما ما تنسوهمنيش هما سكن ليجن يصيروا مع ماليجنسي مش لان كانسر بالسرعه ضارب بس تنظروا في لان كانسر او في جستر كارسينوما او بنكريتيك كارسينوما ممكن هذا يكون دلائل على وجود كانسر داخلي تمام كيف يجيبوا بقى حتى في اسئله ام سي كيو حاجات هاي اوكي هذا ممكن يصير معه رقم اربعه الاخيره في السكن هي مش في السكن عارفين الفينز السوبرفيشال اللي هو الفينات السطحيه اللي فوق احنا عندنا ديب سيستم للفين وعندنا سوبرفيشال السوبرفيشال فينز هي يصير في البايتس التهاب هم ما نقولوش يقولوا فينايتس تمام فالفين التهاب شو نقولوا لها؟ فيليبايتس فالفيليبايتس طبعا شيء يدير بعدها التهاب في اي فين يدير يخليه احرش فممكن يصير ترومبوزس في وسط الفين لما يكون رف مش انتوا خذيتوا الترومبوزس يصير رفنس في البلد فيزلز فقال لك ممكن يصير حاجه اسمها سوبرفيشال ترومبو فيليبايتس ترومبو فيليبايتس فالسوبرفيشال هذه فيشل بيقول لك ان الفين السوبرفيشال صار فيه ترومبوزس ترومبو فيليبايتس التهاب في الفين معها ترومبوزس تمام هذه واحدة من الساين ميزتها ان هي ما تقعدش في مكان واحد مايجراتوري سوبرفيشال كيف تلقى العروق منتشرات او دايليتد تورشوس وملتهبات السكن اللي فوق محمر هي اسبوع اسبوعين في الجهة هذه بعدين تمشي الجهة هذه بعدين تمشي الفينات هما تمام وجهة الاولى نضربت ممكن تختفي ممكن تقعد فمايجراتوري عرفتوا كيف الاربعة هادو سكن نيجي اللي يصيروا في البارالي بلاستيك سندروم في وسط السكن تعالوا عاد الراجع خدينا تو البارامي بلاستيك سندروم وين ترى؟ أول مكان اندوكران وبعدين النيرفز تمام نيرف سيستم وبعدين في السكن هذا أهم وحنا ديما نجيب فيهم في الأسهم في الاندوكران قلنا الأشهر وحدات بارا تايرويد هرمون يطلع تمام يدير هايبر كالسيوم هذا مع استقلال السل كالسيوم اي دي اتش يدير هايبرترين اي سي تي اتش يدير كاشينج سندروم تمام هذا تكلمنا عليهم اريتروبايتين يدير بوليسيتين هذه الأربعة حاجات ممكن يصيروا كاندوكرانال فيتشر خلاص ورينا دوكا مش مهم الحلقة زيكم اوكي وبعدين تكلمنا عن منهم عن نيورو قلنا سيريبيلا شيري ريجنريشن او سير ايتو لامبرت سندروم او بريفرال نيورو هذه ثلاث حاجات قلناهم في اليوم وتو قلنا اربع ليجن في السكن ممكن يصيروا از بارد بلاستيك سندروم خلاص لا الكدني يصير فيها نيفروتيك سندروم يعني الكدني شو يصير فيها نيفروتيك سندروم هذه بارد بلاستيك سندروم نيفروتيك هذه جايه في السكيو كذا مره قبل نيفروتيك خلاص هذه بالنسبة للكدني هيك احنا شبه كملنا لكن نقول يعني فرتك سندروم هذا عبارة عن بلاستيك سندروم من لانج كانسر في حاجة بس نقولها صغيرة عارفين دكاترة كلابين كلابين البارا بلاستيك سندروم شو يدير؟ يدير او اللانج كانسر بالبارا بلاستيك سندروم يدير كلابين للفينجرز كلابين في الكرانيا فصل الميديسن هيقول لكم الكلابين هذا اربع ستيجز قديش ستيج؟ اربع ستيج 1 2 3 4 في ستيج 5 كلاب تمام ما يصيرش الا مع غالبا مع الكانسر تمام وهذا يبدا البيشنت عارفين الدرم ستيك يبدا الدرم ستيك يخبط عليها يبدا تضفه او الصبع بتاع البيشنت يبدا يجي جهه تضفه يقول لك يبدا هذا فينجر عادي وهذا النيل بتاع يعني الترانسفيرس ديمتر زاد والانترو بيصير زاد يبدا عريض الضفر بتاعها ومنظر زي درام ستيك هذه اما ستيج كلوبينج ستيج 4 رابع هيك يعني اربع ستيج 4 لما يبدا مع ستيج 4 اللي درام ستيك زايد زايد يبدا عنده بون بين تندرنس في الراديوس ولا التيبيا هذه ستيج يسموها هايبرتروفيك بلمونري اوستيو ارتروبتي
اتش بي او اي تمام. شنو هو هذا؟ كلوبينج زايد بون تندرنس تمام. قولوا لي هو العظام تحس بالالم؟ سايروا لي بس انا هذا الكومن هتلقوها الحاجه تحس بالالم العظام ولا غشاء العظام؟ الاوستيوموسيس في البين لما يصير ستريتشنج يبدا البون بين ويهلب تمام. فالعظام اللي هي لون بونز ريدي سهله شنو يصير فيها؟ اجي العظمة دكاتره مثلا في المرض هو تعلم يصير اوستيوبلاست اكتيفيتي يبدا البري اوستيوم محاط في بون جديد يتكون تمام. عند الناس هذه في التستر تمام يصير ستريتشنج البري اوستيوم يبدا البش هذا على سبله اول ما جيت مس الريدي يصير لا بين جهه الريست او جهه الانكل لوتر على التيبيا نهايه التيبيا من اللوتر. فيبدا البش اللي عنده كوبي زائد بون تندرنس هل تساوي ستيج 5 ولا 4 5؟ لان لو 4 هتكون كلوبينج هيكلس. تعالوا اوريكم نظركم تصوير داتا شو مثلا ما عرضناش اي حاجه في داتا شو مع الاكس راي هنشوفوه. هذا بشني درام ستيك تمام دكاتره. فالدرام ستيك كلوبينج هي بروحها 4 لو معها بون تندرنس تكون 5 وهذه تصير مع اللانج كانسر. زوز انواع من اللانج كانسر يديروا كلوبينج من النوع هذا سكوامس والادرينال كارسينوم. سكوامس سيل كارسينوم شو ثاني؟ سكوامس ادرينال كارسينوم. هذا عاد كتبتهم في يوم الامتحان بيقول لك سكوامس سيل كارسينوما والادرينال كارسينوما هم الموست كومن اللي يديروا كلوبينج صح؟ لان السمول سيل لان كانسر خذت بتاع الاندوكراين بارني بلاستيك هم حاجات الاندوكراين كانت اكثر واحد ما عدا بارا تيرويد هرمون ديرها سكوامس تمام. هذا كتبتهم لان هذا الدين بيسالوا هيك كملناه الكل خلاص. اول دكتور فصل الامتحان هذا شنو نقرا في اللان كانسر؟ هنركز على البارني بلاستيك سندروم لان لوجيكلي حنكون عارف بتاع الريسبيراتوري اصلا انه هو جاي كف هيموبتسس ديزنيا ريكورنت تشيست انفكشن تشينج باترن اوف كف تلاقي الكحه بتاعها تمام. تعالوا عاد دكاتره ركزوا شوي. الكلينيكال بيكتشر بتاعي في اللانج كانسر احنا تكلمنا كسيمتومز بعد الصائم شنو يجينا عاد؟ اكزامينيشن شوفوا احتمال اربع احتمالات يا نورمال يعني تشيست اكزامينيشن يكون ما فيش شي فاين نورمال تشيست اكزامينيشن دوز نوت اكسكلود لانج كانسر رقم اثنين مش قلنا الماس هذه مرات تسكر الاير واي كومبليت يدير كولابس معناها ممكن يجيك بيصاين اوف كولابس فيصاين اوف كولابس شنو هي؟ تو نتكلموا فيها تو نقولها رقم ثلاثة ممكن يجيك بيصاين اوف كونسوليديشن بين قوسين سبيشالي دي كلام نيمونيا مش قلنا ما يتعالجوش حتى النيمونيا بتاعهم وتعطيه انتي بايوتيك كويس وباقي ما يتعالجش تمام. ممكن يجيك بلورال فيوجن ممكن كلهم في نفس اللنج عندهم تمام دكاتره. معناه البيش بتاع لون كانسر عنده فاريتي اوف ساين ممكن تلقاه ممكن بلور فيوجن بس ممكن نيمونيا تمام ممكن كولابس تمام ممكن كافيتي ريليجن كافيتي تمام ساين اوف كافيتيشن في الاكزامينيشن هذا وانت تلقى انا دكتور مش عارف كولابس هذا شنو نلقى فيه في الساين. هذه تجميع نديروا فيها في الكلينك تمام نجمعوا فيها في الكلينك كيف تلقى شنو تلقى في الكولابس كذا وكذا 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 تمام شنو تلقى في الكونسوليديشن شنو تلقى في الافيوجن تمام. فهذه دكاتره ممكن اي ساين تلقاه معناها ما فيش حاجه سبيسيفيك فلان كانسر نشبه. لكن عارفين الجنرال اكزامينيشن هذا عادي الفرق بين الطلب العادي ولا لا؟ جنرال اكزامينيشن شوفوا توا كيف ندير ابلاي اللي قلناه كبراكتيكال. لما تجيك دكتور ولا دكتور يقول لك لو سمحت اكزامين ذيس بيشنت جنرال ريجاردينج ريسبيراتوري سيستم. الطالب الممتاز رقم واحد يقول له الويت نشوف ابيرنس بتاع البيشنت البيلت بتاعه كونشس ولا ديكيوبيتس ونشوف الفايتال ساين. لكن هل مهم نشوف البيشنت عنده مون فيس وسنتر اوبستي بتاع الفيتشر اوف كاشنج صح ولا لا؟ صح؟ لا ممكن تصير برا البلاستيك بتاع اللانج كانسر. ممكن مهم نشوف نيزل بوليب البيشنت هذا مهم نشوف سان فلين يعني ممكن نلقى وجه احمر هلبه بولي سيتيميا ريسبيرتوري ديزيزز هلبه يديروا في بولي سيتيميا. ممكن نلقى ساينوزس ولا من الحاجات حد في العلم يحبوها شنو هي؟ توسس. على السيروم توسس هرمون سندروم اون توب اوف لانج كانسر. ففي حاجات معينه لو قلتها تاخذ فول مارك ما تقعدش عاد تسميني في حاجات لها علاقه بالجي اي تي بس. هو قال لك ريسبيراتوري اكزامينيشن ترى دي جنرال ريليتد للريسبيراتوري سيستم تمام دكاتره. ففي نقاط معينه بتركز فيها في تجميع معينه بتشوف اوكي هذه هي الحاجات المهمه. في الايد مثلا لو انا جات مثلا دكتور يمتحن وانا جات في الهاند اكزامينيشن بالنسبه للريسبيراتوري ما درتش هي تعملوا هذا استريكس ريسبيراتوري ثاني لما تار ما شبحتش قلت لاش ما ضغطتش على التار ستين تاع دخان تمام معناها ناقص درجتي انا غيري بيديرها كلهم بيديروها ما درتش الطرش في النوز وشبحت نازل بولي معناها تنقص الدرجه بتاعك ما ركزتش على التوزس ولو ما لقيتهاش كيما ديريز نو ساين اوف توزس في الحاله هذه علاش ما فاتش معنى التوزس تركز فيه انت لان انا نكشف على ريجاردينج ريسبيراتوري سيستم تمام دكاتره. هذه مهمه دكاتره. هذا بالنسبه للساين كان نشوفه لوكال وجنرال بس نشوفه واتس ذا انفستيجيشن يو وود لايك تو دو فور بيشنت سسبكتد عنده لانج كانسر
جايك من السيمتومز اللي فاتت هذيك الكف وريكرنت نيومونيا والكف تغيرت وما هي مبتسس شو بدي لها انفستيجيشن انفستيجيشن تو دايجنوزس انفستيجيشن تو ديتكت كومبليكيشن انفستيجيشن فور ستيجينج باش نديرو ستيجينج كيف نشخصوا لان كانسر هل واحد البنس بايوبسي تمام بايوبسي افتر ايميجين تمام هل الدوره من جي فور دايجنوزس انت بتدير مثلا تشست اكس راي او هاي ريزوليوشن شنو سي تي سكان شوفها تشست اكس راي لو الماس واضحه ما فيش داعي تدير سي تي لو تشست اكس راي ماس فيها واضحه مش لازم تدير سي تي لو شاكك انت شنو تدير سي تي الريديولوجي هنا الريبورت هو اللي بنعتمدوا عليه لان في حاجه اسمها ريديولوجيكال مالجنسي ريديولوجيكال ساين او مالجنس ساين ان ريديولوجي فدكتور ريديولوجي شوف لو الدي ام اس وسط التشست اكثر من 8 سم هذه ماشيه مع كانسر اي ماس وسط اللنج حجمها اكثر من 8 سم هذه ماشيه مع كانسر كل ما كانت كبيره مش اكيد كان اللي ناكد منهم انها بايوبسي لهذا تو الديسيجن من اللي ناخذ منها بايوبسي ومن اللي اندر اوبزرفيشن بيقعد فولو اب ونديروا له اكس راي ثاني بعد فتره منهم على حسب الحاجات اللي بنقولها لو الماس سايز تمام بتاعها السايز له شيء علاقه لان مرات تكون سنترال مرات تكون شنو لكن السايز فيري امبورتنت الشيب بتاعها هي الشيب بتاعها شنو تكون تمام والبوردر بتاعها شنو معناها دكاتره يعني من الاخير ريجولر سموث بوردر ولا الريجولر وتكون بوب كورن عفوا زي بوب كورن هذا الريجولاريتي في البوردر بتاعها لا لا هكي وهكي ما زي هي مش زي ماس هكي تمام هذه تخاف منها هي تمام هذه فيتشر تاع شنو الماس في الاكس راي الريجنس تمام حاجه ثانيه اللي هو الفيلوسيتي اوف جروث تمام سرعه نمو اوكي سرعه النمو بتاعها شيء يقول لك لو ودي من 1 يير تتكبر في دير في دبل دوبليكيشن تمام معناها شك في شنو في كانسر تمام الحاله هذه فريت اوف جروث حتى هو فيري امبورتنت وفر جات لك حاله عندها لانج ماس حجمها 4 سم راوند سموث سيرفيس ريجولر تمام ما تديرلهاش لانج بيوبس هذه بتجي لك بعد 6 شهور لو مدخن لو مش مدخن وما عندهاش ريسك فاكتور بعد سنه فهذه على حسب هو ريسك فاكتور الحاجات الثانيه فهمتوا كيف؟ انت تدي لي فولو اب الحاجه اللي بعدها دكاتره لو جيت قلت لك لقيت فيها نو شوف كالسيوم نو كالسيفيكيشن او فيها كالسيوم شو الفرق؟ من اللي تفرح به؟ والله لا اعرفكم تجاوبوا اللي فيها كالسيوم يوجوالي بيناين اللي ما فيهاش كالسيوم يوجوالي مالجنا فالساين اوف كالسيفيكيشن في الماس يفرح ما يزعلش لو لقيت كالسيوم في وسط ماس انديكيت ان هذا ماشي مع بناين فيتشر عدم وجود كالسيوم في لونج ماس انديكيت انها ماشي مع منو مالجنس فابسنت اوف كالسيفيكيشن رقم واحد رقم اثنين الريجولار بورد رقم ثلاثه لارج ف والريت اوف جروث شنو سريع هذا يشد شن تيك بايوس تمام فشن ممكن تلقى عاد في الاكس راي الماس ممكن تلقى ماس ممكن تلقى كافيتي على فكره اي ماس ممكن تدير كافيتري بعد لونج كانسر شنو ممكن يدير ماس ممكن شنو يدير كافيتي تمام ممكن تلقى كافيتي انا بعطيك احتمالات شو تلقى في التشست اكس راي ممكن تلقى ماس او كافيتري ليجن او ماس ممكن تلقى بلورا الافيوجن كولابس نيمونيا هذا شنو في الاكس راي شبحته في الساين ولا قولوا لي في الاكزامينيشن ممكن نلقى يا نورمال يا كولابس يا نيمونيا يا بلورا الافيوجن هذا نفسهم في الاكزامينيشن ممكن تلقاهم وين في التشست اكس راي في الانفستيجيشن مع الماس تمام ممكن تعاود تلقاهم كلهم اوكي شوفها مرات تلقى الرب متاكل العظمه نفسها بتاع الربس متاكله مش متكسره يرودد معناها هذا الكانسر مش مدار انفيجن خش على الربس مرات تلقاها في وسط الاكس راي هذا علاش في وسط التشست اكس راي المومنت بتاعنا لابد نعلقه على الربس There's no abnormality can be detected or seen in the ribs as a fracture or erosion. تمام لان الايروجن في وسط الربس دليل على ان البيش ممكن يكون عنده لو معاها ماس دليل على الانفيجن تمام هذا بالنسبه لي الريتولوجي من احسن طبعا سيتي لو الاكس راي مش موضح لك حاجه بس نوت اكسكلود يو هاف تو ريزولوشن هي هاي ريزولوشن سيتي سكان تمام البيش انت هذا لما تجي تدير له هاي ريزولوشن سيتي سكان عاده اغلب الحالات يبان فيها الماس هنا بيبدا الاسسمنت الرسمي تمام تبي تعرف السايت بتاعها مش تعرف كيف تاخذ البايوبسي هيقولوا لي انتم كيف ناخذ البايوبسي لو كان سنترال ترانس برونكيال ولا شوف من البرونكا يتخش ببرونكوسكوبي تمام فايبر اوبتيك على فكره تخش بها وتاخذ البيبسي بتاعك يجي تخش يا دكاتره وتاخذ سبيوتم او لافاج كانك تدير في لافاج شنو تاخذ ما تقدرش تاخذ البيبسي كامل مرات تاخذ سبيوتم تاع البيش تعطيه اكسبكتوم تخليه يكح وتشبح سبيوتم بتاعه وتاخذه وتدير منه سلايد مش تشبح مالجنت سل لان المالجنت سل لو في سنترال هتطلع معاه
شوية تطيح وتطلع مع سبيوتر. ففي ناس مش قادرين يقولوا لهم برونكوسكوبي لأنه كبير، هل السم مريض، عندك كارديك بروبلم، مش متحمل سيديشن، هذا حاجات. فشنو نديروا لهم؟ ناخذ سبيوتر بتاعهم، هذه أقل طبعا أكيرسي أو أقل دقة، لكن اللي أحسن واللي أقوى من كده تخش بالبرونكوسكوبي تاخذ بيوبسي طول. تمام؟ في عد جهاز تو عارف، في الألتراساوند عادي، في منه بروب يخش في التراكي ألتراساوند، زي ما في ترانس فاجينال ألتراساوند. تمام؟ في حتى ترانس أسفجيال ألتراساوند، في ترانس برونكيال ألتراساوند. تمام دكاترة؟ خش. وفي إندوسكوبيك ألتراساوند، يعني في إندوسكوب وداخل بروب تاع ألتراساوند. هادو عاد الحاجات القوية جديدة. تو أنتم بالله عليكم، أنت لو ما لقيتش إكتوبيك قاعد لقيت حلو بستتر، لو ما لقيتش إكتوبيك جستسنال ساك بالبريجنسي، جستسنال ما لقيتهاش بالترانس أبدومينال، شن بتدير الأكيوت؟ ترانس فاجينال. تمام بتدير، تمام، ما عندكش حل تاني. أوكي، لكن المهم عندنا إحنا ديما الترانس هو ألتراساوند فيري أكيوت، سواء إندوسكوبيك ألتراساوند ولا برونكيال ألتراساوند فيري أكيوت. دكاترة أحسن من برونكوسكوبي نفسه. تمام، لأن هذا يدير فيجواليزيشن وتاخذ منه شنو؟ بايوبسي. لو الماس أنا بيرف شو بتدير؟ بيركوتينيوس ولا لو الماس سنترال ترانس برونكيال، لو الماس بيرفرال بيركوتينيوس. ألتراساوند تشبح الماس وين تاخذ منها؟ بايوبسي. تمام، هذا مش أي واحد طبعا هيدير. مرات إذا كاترة الماس very difficult to take biopsy يقولون open، يعني open lung surgery تفتح مش تاخذ biopsy. تمام دكاترة؟ لما يبدأ very علاش هذا كله؟ مش نشخص، لأن من غير biopsy ما نقدرش نشخص، ما نقدرش نقول عليها كانسر. تمام دكاترة؟ هيقولوا لي تو هي عاد سألوها كذا مرة، كيف تاخذوا biopsy من lung mass أو lung cancer؟ على حسب الصايد سنترا كيف؟ transcranial peripheral continuous أو guided by ultrasound simply. خلاص، فهذا بالدياجنوز هيك شخصنا وتعرف حتى نوع شنو. لكن لو بنجي نقول investigation to detect complication أو investigation to detect degrading، تعرف المدس مشيت كويس وصلت كانسر هذا، بعدينك بشتير بشتشبح complication نبي تشوف سي بي سي بس اشبح إذا كان لا، إذا كان أنيميا أو بس موريسيتيميا، بس أو موريسيتيميا صح ولا لا؟ مرة تلقى زايد مرة تلقى ناقص. خلاص تلقى مرة ليكوسيتوزس لو بيش عنده نيمونيا، ويا سلام عندهم نيمونيا ممكن تصير عادي. فالبلمونري فانكشن تيست ارتيريال بلود جاز لازم تديرهم للحالة هي. البلمونري فانكشن تيست شنو يعطيك؟ أو علاش نديروا فيه فلانك كانسر؟ الراجل هذا دكاترة كانسر معناها ريسكشن، مدخلوا عمليات. قبل العملية لازم ندير له بالمونري فانكشن تيست بري اوبرتيفلي باش تعرف انه يندار للعملية ولا لا. عندكم علم اللي يجينا عند الاف اي في 1 دكتور يا دكتورة اللي عنده اف اي في 1 اقل من 0.8 لتر مش في المية راه. تمام شفته هو 0.8 لتر كمية الهواء اللي يطلع في الاف اي في 1 اقل من 0.8 لتر ريجاردس عاد الايج ولا كمية نبي اقل من الكمية هذه ما نديرولوش عملية. يعني البوت لونج بتاعها فخك يطلع اقل من 0.8 لتر. تمام اول ثانيه ما يدلش على علاش، لانك انت بتخش تنحي جزء من اللنج مازال قديش بيطلع خلاص ما عادش بيتنفس. فهمتوا كيف؟ اللي 0.8 او اكثر يندل عمليه. هذه من الحاجات اللي نعرفوا بها الراجل هذا يندل عمليه ولا لا، من هو بالمونري فانكشن تيست. كنت ترجع لاول محاضرات قلت لك من استخدامات البالمونري فانكشن تيست بري اوبرتيف. تمام نستخدم فيه قبل العمليات وحتى بعد العمليه نشوف ايش هي الريزلت بتاعها. أرتيب القسم اللي ممكن تلقاه عند الاسبيراتوري فيلير. تمام طيب 1 ملي وممكن سام كيسز تايب 2، لان ما ننسوش ان اللنج كانسر يصير اون توب اوف كرونيك برونكايتس اللي هي مدخنين اللي هي دي اسبيراتوري فيلير تايب 2. تمام دكاتره هي سكويمس ايه، لكن كرونيك برونكايتس هذه دي اسبيراتوري فيلير تايب 2 اللي عنده سي او 2 ريتنشن. تتفكر في كرونيك برونكايتس انفيزيما ولا كرونيك برونكايتس دي سي او 2 ريتنشن انفيزيما؟ لا. تمام فالاسبيراتوري فيلير ممكن تايب 1 او تايب 2 عادي مش هنقدروا نحددهم. خلاص هيك طالع عاد لحاجه ثانيه نديروها اللي هي بتاع شنو؟ الميتاستاسيس. شوف زمان وشوفوا تو شنو صاير. لو انا نبي نعرف صاير متس وين؟ على فكره لو درتوا شبحتوا الصوديوم شو ممكن تلقوه؟ هيدروجين تشبه معاه اي دي اتش معاه عادي ولا؟ لو لقيت كالسيوم عالي ممكن تكون شنو؟ هذا تيرود هرمون هو اللي زاد. شوف معاه الفوسفات تلقاه شنو؟ ممكن تلقاه. لكن باش تعرف انه مشى للليفر شنو تير مثلا الليفر كيف شنو تير؟ على فكره حتى اللي خشين جراح هي ديما يسالوا فيها اي كانسر كيف تعرف انه دار متس في الليفر؟ مفروض تدير ليفر فانكشن شنو؟ تست وتدير صوره على الليفر سي تي على الابدوم. تمام نشوف الليفر شنو واضح سي تي سكان من احسن الايمجنج اللي يشبح المتس في الليفر. على البون تبي تعرف البون صار له متس تشرب في حاجه في الدم تشوفها صوره شنو هي؟ شوفوا شنو الكلاين ممتازين يا دكتور
الكراشين الفوسفاتاز والمنتان الكالسيوم هاو تزوز عاليات هذا الديكات انه مشى للبول كيف ناكد تشوف مشى للبول ولا لا كيف نصور حاجه اسمها ها من يعرف ديكسا سكان باي شنو ديكسا سكان هذا اختصار شنو ديكسا سكان ما في دكاتره ديكسا سكان اختصار شنو اكس يعني اكس راي باي شوف اختصار دول في بالك دول انرجي اكس راي ابزوربومتري ابزوربومتري دكتور انتوا استخدمتوه حتى في الاوستيبروزس في الاوستيبروزس ديروا شنو ديكسا سكان تمام تشبح البون دنسيتي قداش اللي هو الكثافه بتاع العظم تمام فالاوستيبروزس هو يتشخص بالديكسا سكان اصلا تمام هذا الاوستيبروز فالديكسا سكان تظبط البون انت هش ولا لا خلاص هذا اللي ماشي شنو ماشي في متس مازال نقول لك على حاجه هو البيشنت هذا لما عظامه يبدا يتاكل يتاكل وما عادش فيه علاش لان كل الكانسر لما يمشي العظام يدير اوستيوليتيك ياك انا عندي بروستاتيك كارسينوم بروستات شنو ندير اوستيوسكليروتيك تمام تزيد البون دنسيتي ما تصحاش الكانسر اغلبيته مش يديره اوستيوليتيك ينقص البون دنسيتي فالديكسا سكان تلقاه ناقص تمام فالديكسا هذه تدير على البون تعال عاد هنشوف اللي بعده منو قلنا الثاني ممكن برين صور البرين سيتي او المرايا صور البرين شوفه تمام دير ايمجنج يعني في البرين مش تظبط والادرينال جلاند بتشوف الليفل بتاع الكورتيزون واذا كان عنده ادرينال سفشنسي ولا لا تمام سينكتين تست تديره تمام ما عليك هي مش تعرف المتس مش هذا ولا لا سي تي هنا الادرينال جلاند ما انا صورت السي تي قداش اكس راي قوة الاشعاع 70,000 الهرم في الافكت بتاعها صح ولا لا معناها قداش هذا على نقطه كذا سي تي فوق مش نعرف بس وين واصل الكانسر صح ولا لا شوفوا عايز نقول لكم عليه حاجه في صوره طلعت جديده مش مكتوبه في الشيت انا كتبها تو وهذه مش جديده يعني هي لكن يعني موجوده من فتره يديروا فيها غير في ليبيا ما عندناش كيس اسمها بيت سكان سمعتوا بعد بريست كانسر يديروا هلا قصد الكانسر يديروا بيت سكان هذا يمسح الجسم كله ايش بقول شنو يديروا شنو فكرتها هذه بس نشرحها بسرعه بيت سكان يعني يديروا فلان كانسر يديروا في الليمفوما يديروا في كانسر تشبح قديش توزع في الجسم قولوا لي الماليجنت سيل تخدم هلبه ولا شوي؟ هلبه تنقسم بسرعه معناها جعانه صح؟ تبي تاكل سكر هلبه انا عادي عندي لها مصيده بعطيها سكر مشع فهي اكثر خلايا في الجسم تاخذ السكر على وقت ونصورها بسبيشال كاميرا تطلع لونها تطلع مشع تمام فشنو نديروا؟ قالوا نستخدموا في ماده اسمها فلورو دي اوكسي دي اوكسي جلوكوز نظير جلوكوز 18 بقول جلوكوز 18 هذا مكتوب اوكسفورد اسم هذا الماده يحقنوها البيشنت وبعدين يصوروه بسبيشال كاميرا تمام جسم كله وين ما في كانسر سيلز تلقى غادي مكان مشع معناه مسح كامل للجسم تمام معناه هذا حيوريك اي مكان في جسم الانسان رسم مواهب ولين اكثر الناس موهوبين في الرسم تمام على الشيء هذه يد ترى لا تتكلم تدير الرجل من زيرو يعني هيك هذا الرجل بوت بتاع الواحد فشوف عاد مسح كامل شوف عاد هوت سبوت هنا هوت سبوت هنا هوت سبوت هنا في الاماكن هذه يبدا شنو في مالجنال سيل مش غالي لان السكر اللي مشى غالي لا ابتيك هلبس شو اسمها هذا؟ باختصار شنو بت بت سكان هذه اختصار لكلمه اسمها فوتون او بتروزن هذه بتروزن فوتون بتروزن ميشن توموغرافي ميشن توموغرافي ليبيا كلها مش موجود كل من هيك لك مش موجود هذا فنمشوا برا باش نصوروا الصوره هذه والجهاز موجود لكن فاسد فهمتوا كيف والجهاز موجود لكن فاسد هذا راه مهم جدا لانك تحدد مسار العلاج ولا تعرف كيف بتعالج خلاص هذا الصوره هذه يديروا هذه احسن حاجه في الليمفوما حتى ما يهمك ستيشن تعرف بها ستيج وين وين ستيشن بيشنت يعني في لانج كانسر خلاص الاستيجيشن دكاتره في بس معلومه بيقولها لك مرات نلقوا في البلور فيوجن في لانج كانسر يدير بلور فيوجن شوفوا اللانج كانسر لما يدير بلور فيوجن رقم واحد لانج كانسر لما يدير بلور فيوجن تكون لارج اماونت مش سمول تكون هيموراجيك ولما تنحي الفلويد هواء ريكرنت ركزوا معايا دكتور اصحى بلور الفيوجن بتاع الكانسر يسموه مالجنت بلور الفيوجن تميز ثلاث حاجات مهمه لارج اماونت بلادي ورقم ثلاثه او مهمه ريكرنت بعد ما تسحب يولي بسرعه تمام
فمرات تسحب اليوم بعض الوقت تلقى فيوجن رجع ثاني، هذا اسمه مالجنت بلورال فيوجن. بالذات عاد لما نلقوا احنا فيتشر اوف مالجنسي، اول ما تاخذ بلورال تاب وتاخذ بلودي تلقاه بلودي، يقول لك خذ منه سامبل وابعث على الميكروسكوبك سيتولوجي شوف فيه مالجنت سيل ولا لا. تمام، يعني هل مالجنسي يوصل للبلورا ولا لا؟ بالذات ان انت لقيته في الاكس راي لقيت سنترال ماس والمالجنت سيل ما توصل شنو؟ توصل للبلورا. تمام، معناها خلاص انه مشي حتى البلورا مشي غادي. اوكي، توا انا كملنا اللمكاس هذا انفستيجيشن. تمام، نتكلموا توا على التريتمنت. توا انفستيجيشن كملناها، نتكلموا على شنو؟ على التريتمنت. التريتمنت دكتور تاع اللمكاس شنو هو زعما علاجها؟ سيرجري او كيمو او راديو. معناها المانجمنت او التريتمنت تاع لنج كانسر تعتمد على الحاله بتاعي، هل هي اوبرابل ريسكتابل؟ شو معناها اوبرابل؟ اوبرابل يعني دير العمليه او نوت اوبرابل. اهي اقسم بالله لو انا بنحط اسئله في لنج كانسر او دكتور بيحط اسئله في لنج كانسر بيجي في الدرس بيركز على نقطتين، على البارالي بلاستيك سندروم وعلى الحاجه اللي بنقولها تو. مبدئيا بيش شايف اوبرابل يعني دار العمليه، طبعا نقول لك الشروط باش يكون ابرا. تمام، يندرى العمليه دي ريسكشن. اوكي، بس في حاجه قال لك اللي يندرى لهم ابرا بالهم 75% منهم، 75% منهم هذو سرفايفل ريت لمده شني اب تو 5 ييرز. تمام، او 1 يير تو 5 ييرز، معناها شني جود بروجنوستس يعتبرك، لان 75% منهم عاشوا سنه يقول لك، او 55% هيعيشوا لمده 5 سنين. يعني رانج ما بين 50 ل 75 هيعيشوا لمده 5 سنين كويس مليح. لكن هذا لو اوبرابل، لو نوت اوبرابل عاده باش يعيش 3 شهور. فهمت؟ شفت الفرق وين؟ عاده العيش باش يعيش 3 شهور، قولوا لي يعني لو اوبرابل وين تبعته؟ بعد ما شخصت قسم الجراحه. لو نوت اوبرابل يقعد في قسم الباطن، وهذا الفاصل كيف يتحدد العلاج تاع البيشن؟ هيتعالج بدكاتره ميديسن ولا يتعالج بدكاتره سيرجري؟ هذا السؤال، ولا هنشتركوا احنا الصوص مع بعض فيه ولا كيف؟ تمام؟ فاحنا هذه الفكره لازم نعرفوا من هم يندرموا من هم ما يندرموا. قال لك احنا خلينا نحفظوا الكونترا انديكيشن دخل العمليات. في حاجات عاد بنقولها معناها لو لقيته في اللنج كانسر ما تدخلناش عمليات ولا تبعت الدكتور جراحه ابدا، لانه لو درت العمليه كانه ما دارش ما استفيدش منها. تمام؟ حاجات هذه اللي تخلي البيشت ما لنج كانسر نوت اوبرم. رقم واحد ميديا ستاينال انفيجن يقولوا لها تي 4 لوكال انفيجن تي 4. فالميديا ستاينال شنو يا دكتور؟ ميديا ستاينال انفيجن. وقف سيف قول لي شنو هما الميديا ستار انفيجن؟ شوف تراكي انفولفد انفولفد التراكي اب تو كارينا لحد الكارينا، لان فوق الكارينا ب 2 سم عادي تندال العمليه. تو عاد اكسبشن نقول تراكي انفولفد وتربط الكارينا، معناها هذه واحد. اسوفيجس انضرب وات ايفر ذا سايت، هارت انضرب بشرط يكون مداير بيريكارديال افيوجن، مش سمبل بيريكاردايتس، مش بيريكاردايتس عاديه، يكون معاها افيوجن. معناها الهارت ضربناه بريكاردايتس وبريكاردايتس انفيوجن، مش بريكاردايتس، مش بريكاردايتس عادي. او تريكل شنو؟ تريكل انفولف الكارينا. شنو هي الكارينا؟ صار تاع بافكاش تكون انضربت. تمام، اوسيفيجيال شنو؟ انفولف. هذه رقم ثلاثة من مزال اي نيرف ينضرب في الميديا ستاينال كونتر انديكيشن. شنو هما النيرفات؟ فريليك نيرف، ريكرنت فرنجل نيرف، ولا حتى السمباتيك الهورنر نفسه. اي نيرف ينضرب تعتبر خلاص ماشي يمشي معاه. اوكي، في الميديا ستايلر نديو النيرفات، ميديا ستايلر مش الانتركوستال نيرفز. تمام، ميديا ستايلر نيرفز خلاص. نزيدك عند حاجتك، لو الماستر عيمين اول انفلوت تكبر ابسي لاترال في نفس الجهه، مش في الانفلوت تطلع تطلع هنا تكبر معاها، هذا عادي يدير العمليه. اول ما الكونترا لاترال الانفلوت تكبر يعني يبدا عندها باي لاترال هايلر لينفادينوباتي كونترا انديكيشن. تمام، فبالتالي احنا رقم اثنين مع اللوكال انفيجن ستراكشر في الميديا ستايلر نقولوا ان النود ان ثلاثة اللي هي تعني شنو هي كونترالاترال لينفادينوباتي. كونترالاترال شنو معناها؟ الماس في اليمين والليمف نود اللي في اليسار حتى هي كبيرة. تمام، لينفادينوباتي ليمف نود لازم. رقم ثلاثة ام واحد شنو معناها الام؟ ميتاستاسيس. هذا التي ان ام ستيجن، التي معناها اللوكال تيومر سايز انفيجن، والان الليمف نود وين شفت معانا، والام واحد شنو معناها ام واحد؟ واحد من اورجن سميناها الليفر البون البرين ادرينال جلاند، يمشي لاي مكان من هذه حتى واحده كونتر انديكيشن ماشي تعالج بسرجري. اخر واحده بنقول لك اف اي فرونج قديش يكون يا دكتور؟ اقل من 0.9 ما يدلاش ني عمليه. اخر واحده تكون اخر واحده رقم خمسه ما يدلهمش عمليات لو البيشت عنده سيفير كارديك بروبلم او كو اكزيست لونج بروبلم قويه. شو معناها؟ يعني مريض بسي او بي دي وما يتحملش الانستيزيا، عندك سيفير رينال فيلير وليفر فيلير
بسبب امراض ثانيه ما يتحملش انستيزيا. نوت اوبرابل لان عنده كوموربيديتي، معناها سيفير كوموربيديتي. نكتب سيفير كوموربيديتي. طبعا شوف التركات تاع الاسئله. هل اللي قلت هذا هم بس ما نديرلهمش عمليات؟ اي واحد غير هيك يندال لو ما عندناش هذا كله يندال. شوف هل قلت كاشينغ سندروم؟ هل قلت بارا تيرويد هرمون لايك بيبتايد يكون عالي؟ اي بارا نيوبلاستيك سندروم قلتها اتس نوت كونتراندكيشن فور سيرجري. اي واحد معناها اي بارا نيوبلاستيك سندروم يجيبوها لكم سيريبيلر ديجنريشن ايتو لامبرت سندروم. البارا نيوبلاستيك سندروم علاش قلت لكم احفظها؟ لان وجودها ليست كونتراندكيشن فور سيرجري. تمام، حتى لو لقيتها يا دكتور نوت كونتراندكيشن فور سيرجري تمام، لكن عمالي كونتراندكيشن هذا ما يتعشى في سيرجري. خلاص شوف هذا شنو هم الحاجات نوت كونتراندكيشن فور سيرجري وندخلوهم عمليات. اول واحده منها تحفظوها لي بارا نيوبلاستيك سندروم. رقم اثنين بيريكاردايتس وداوت فيوجن، يعني دار بيريكاردايتس وداوت كارديك تيمبونيك. ريب انفولفمنت او تشيست وول انفولفمنت، ديافرام انفولفمنت، خش الديافرام نوت تريكي ابوف تريكي انفولفمنت ابوف كارينا بزوز سانت. هذه شنو؟ نوت كونتراندكيشن فور سيرجري. معناها تو يفرق تعرف هو كاتبهم دافتسون، دافتسون كاتب جدول كاتب فيه شنو هما الكونتراندكيشن فور سيرجري دايره مع بعض ونلطم بها المربع الصغير قايل الحاجات الاتيه نقدر نديروا العمليات من ضمنهم تريكي انفولمنت ابوف 2 سنتيمتر ابوف الكلب واحد. رقم اثنين بريكاردايتس وداوت تمبورين بلورزي وداوت مالجنت افيوجن. تمام مش يكون معاها مالجنت بلورال افيوجن. تمام لو مالجنت بلورال افيوجن شنو؟ كونتراندكيشن. تمام معناها مرشي في حاجه هنا نكتبها في المالجنت بلورال افيوجن في المتس اللي هي انفولمنت اسف لوكال مش قولها ميدياستاينال هيك اي واحد نسى. ولو مش دارت شنو؟ دارت مالجنت شنو؟ مالجنت افيوجن. منو يعرف لي مالجنت افيوجن؟ لارج بلادي ريكرنت افيوجن، لارج بلادي ريكرنت افيوجن. تمام يرجع مره ثانيه. وفي مالجنت سيل اي حاجه من هذا تكون شنو يا دكتور؟ نوت اوبر، الباقيات كلهم يكونوا اوبر. علاش نكرر فيها ونعاود ونعلي في صوتي ونعاود ونعلي في صوتي؟ لانه يسال في النقطه هذه، تقرا لون كانسر كله وتجي على النقطه هذه وتسرح يفوتك سؤال لون كانسر كانك ما لقيتهاش. تمام؟ ايه شنو هي؟ يعني شنو عندنا ولا زي شنو؟ زي مثلا عنده كرونيك رينال فيلير قوية ليفر سيروزس اند ستيج، عنده سيفير هارت فيلير ما نقدرش نديروا عمليات، فتكون نوت اوبرابل مش لان في حاجه بسبب الكانسر منتشر ولا كذا، لانه هو ما يتحملش عمليه. عرفت كيف؟ فيبدا خلاص فيش هذا ما عادش يمشي حاله. في حاجه شنو هو البروجنوز بصفه عامه في اللانج كانسر؟ بور ولا جود؟ بور. تصدقوا دكاتره يعيشوا يعيشوا سنه 30 20% من الحالات. خمس سنين يعني نسبه ضئيله يعيشوا خمس سنين. نسبة ضئيلة جدا يعيشوا خمسة سنين، 5% بس يعيشوا أكثر من خمسة سنين، الباقيين كلهم 95 تلاقيهم شنو؟ متوفين. خلاص، فإن هو أوبرابل، أوبرابل بيشنت هم تمام، تتحسن البروجنوز. شوف عاد، هنقول لكم معلومة، لو نوت أوبرابل شو بدي له؟ تخليه يموت؟ شو بدي له؟ كيموثيرابي هي كيموثيرابي بلس ماينس شنو؟ راديو ثيرابي. بالذات لو كانت أدينوكارسينوما راديو ثيرابي تلقاها شنو؟ أدينوكارسينوما راديو ريزيستنت، ما نعبوش عليها نلعبوا على منو كيموثيرابي. لو سمحتوا ما تحفظوش الريجيم تاع الكيموثيرابي شنو هم. تمام اعرف ان علاج الكيموثيرابي بلس ماينس شني راديو ثيرابي، بس بعطيك معلومه ذهبيه حطها في راسك ديما الكومبريشن سيمبتومز اوف كانسر والبين سيمبتومز يوجوالي تريتد باي راديو ثيرابي. يا دكاتره الراديو ثيرابي صح مرات يكتشف كانسر سيلز كلها لكن يصغر حجمها، فاي كومبريشن ينقصها واي بين دايره على البون ينقصها. تمام الراديو ثيرابي يعتبر من احسن العلاجات احسن حتى من الكيمو في النقطه هذه، لكن ان جنرال اللي يقتل الخلايا السرطانيه اكثر بصفه عامه الكيمو احسن منه بالريديو. تمام لا هذا السايد افكت بتاعها. هل تعرفوا قال لك واحد جانا مره نوت اوبرابل ومتس منتشره تمام لانج كانسر، قال لك شنو من عجبه؟ لقوا ادينو كارسينوم. شنو قال لك؟ المين ستي اوف تيت الحالات شنو؟ كيمو، لان الراديو ريزيستنت الادينو. تمام قال له باه قديش السرفايفر ريت تاع اللي هو متس انا منتشر؟ 3 شهور. تمام لو اعطيته كيموثيرابي تخليه يعيش سنه. وصلت الفكرة؟ يعني قال لك أغلب الحالات ياخذوه كيموثيرابي يزود السرفايف ريت من 3 شهور لشنو؟ سنة. تمام السنة هذه هيعيشها هير لوس ووجاع وألم وسايد افكت بتاع منه كيموثيرابي. فلازم تعرض على البيشنت السايد افكت بتاع الكيموثيرابي شنو هم قبل ما تبدا تبيه ولا لا؟ نبدو ولا فتوه؟ لأن راهو البينفيت بتاعها راهو رد بالك تسحبش روحك تتحسن أنت. وصلت الفكرة دكاترة؟ فأنت هنا يجي عاد نقطة شنو؟ النقطة اللي تكلمت عليها قبل المحاضرة اللي هي نقطة التخصص. ففي هلبة منكم شاطرين هلبة ما شاء الله عليهم يتخصص اونكولوجي.
سرطانات، سرطانات الدكاترة بور بروجنوزس، فهمتوا كيف؟ فيري بور بروجنوزس، فتلقى الموضوع صعب حتى في التريتمنت ويوصلوا لمرحلة اليأس، لكن عمرك ما توضح بس أنت يأس، ما زال في أمل، ديما في أمل، لكن لازم توضح له الصورة كويس هلا، تمام؟ ما تعطيش شيء دائما بيمشي منه، ما تكذبش عليه، قول الحقيقة، قول الموجود اللي تعرفه، تمام؟ زي ما نديروا هلا اللي بين لا ما عندك شيء، يمشي يبلغ منه صاحبه أو جارك أو قريبه. أحق بني آدم يعلم بمرضه هو نفسه، هو أول واحد لازم يعرف، راهو طبياً دينياً شرعياً علمياً زي ما تبعها باش ما تبعك. احنا في ليبيا أول ما نعرف الواحد عنده كانسر شين ديره؟ تقول لاش، كيف ما تقول لاش؟ لازم تقول، وقول له حتى السرفايفرات قداش ممكن تعيش سنة ممكن سنتين الله أعلم، لكن أراه في العادة يعيشوش أكثر من 5 سنين، مش يعرف راح لو عندي ديون يسددها، لو متعارك مع حد يمشي، لو ما يصليش يبدأ يصلي، تمام؟ يعرف شنو يدير، يعرف روح، لأن إيه لازم تقول له، لأن أنت هذا أمانة، أنت علمية بتقول بوسط العالم، تمشوا أنت تدسوا عليه وتخلوا آخر واحد من يعلم، تمام؟ ما يعرفش، والناس كلها يبدو عارفين وهو مش عارف، كأنه حاجة عيب، تمام؟ إنه هو مريض، تمام؟ نفسيته هذا كي بريكنج باد نيوز بناخذه، وبناخذه سايكوثيرابي، بناخذه سبورتيف ثيرابي نيد. ما جيش نقول له السلام عليكم شخص لك عندك فانكاس مطلوب خليه، ما ينفعش. انت هذه في حاجة معينة نمشي بها، حكيت نفسيتي هذه مش نفسيتي، هذا موضوع نمشي به لونج تيرم، لكن ندس عليها هي اللي بتضمره أكثر. هذا بالنسبة شنو لموضوع شنو الفانكاس.